هاي، من نحن وصغار بالرسوم المتحركة منلاحظ إنه البنت بتتميز عن الشاب برموشة. كرمال هيك اليوم رح نركز تنعطي جمال لرموشنا. لازم أول كوش تكون على قلب الرموش، يعني بنصهم مش على راسهم للرموش. منكب الماسكارا براس الريشة ومنرجع منمشط على جنب الريشة بهالطريقة، كرمال نوصل الماسكارا على أول الرموش. نرجع منحط على راس الرموش، هلأ بلا منحط على قلبهم للرموش. سو على راس الرموش منكبها للماسكارا بهالطريقة، بتعطي طول أكتر للرموش. ومنكون حطينا دو كوش طبقتين ماسكارا بطريقة مختلفة. منفضل دايما انه الرموش على الجفن الاسفل ما ينوضع عليهم ماسكارا، هيك منعطي جمال اكتر وبين جمالنا بطريقة ارتب. نصايح جديدة لوضع المكياج منتعلمها سوا معي انا نهى معوض، لا تبينوا اجمل وطبيعية اكتر.